عانيت في الناشئين وفي درجه اولى وحاجات كتير طبعا، بس انا ليا الشرف طبعا ابن كابتن احمد شوبير. يعني انا ممكن احكي لك موقف كده، مدرب كان ماسكني كده بدون ذكر اسامي يعني. فين؟ بلاش بقى النادي بس. بلاش. فالمهم ناداني كده وقال لي انت عارف كنتش بلعب معاه خالص، قال لي انت عمرك ما هتلعب معايا. فبقول له ليه يا كابتن بس؟ قال لي عشان الكابتن شوبير انا عنده صف تاني وما بيشغلنيش وبتاع، انا مش عنده صف اول. قال لي انت عارف انا عند الكابتن صف اول، انت هتلعب معايا كل الماتشات. انت كنت والله ماشيين ولا درجه اول؟ ما بلاش اتكلم بقى يعني، حلو قوي كده. طب وانت رد فعلك ساعتها كان ايه؟ رد فعلي مصدوم يعني، هو انا مالي؟ وبعدين اصلا الكابتن ماله؟ دي مش شغله الكابتن، وحاجه ما حدش يعني مش بتاعت حد اصلا يعني، بتاعتك انت كمدرب، انت شاطر ربنا يكرمك وتشتغل في حته كويسه. بس ان انت تقول لي كده لولد او لايا كان للاعب عندك سواء سنه كبير او سنه صغير، الموضوع صادم يعني. انا مهما اجتهدت في التمرين ومهما عملت اللي عليا انا برضو بره خالص يعني، اللي هو بيهمدك وبيحطمك تحطيم مش طبيعي. ورد فعل كابتن شوبير كان ايه؟ اكيد حكيت لا ما حكيتلوش طبعا يعني، لغايه دلوقتي ما كانش يعرف طبعا اي حاجه. اتفاجئ يعرف هو على الهوا دلوقتي بقى لما الحلقه تتذاع. ليه ما حكيتش؟ لا ما هاش لازمه، اصل هقول له هضايقه وهو ما هاش لازمه يعني، هيعمل ايه؟ ومع ذلك برضو كملت وحاولت تقف على كملت رجلك طبعا، حاولت اقف على رجلي وبتاع، بس زي ما قلت لك كل شيء اسمه نصيب الحمد لله. حسيت بده برضو مع منتخب مصر لما انضميت؟ لا والله يعني الدنيا كانت كويسه بصراحه، الناس كانت كويسه، دكتور جمال محمد علي كان فير جدا بصراحه، كانت الدنيا ماشيه كويس بصراحه، بس احنا ربنا ما وفقناش، خرجنا بدري من التصفيات، بس الحمد لله يعني. طموحاتك الفتره اللي جايه بقى في التمرين؟ في التدريب ان شاء الله ابقى مدرب منتخب مصر. ده تطمح ليه؟ طبعا. النادي الاهلي في حساباتك؟ ده حلم لاي حد طبعا، وشرف كبير جدا 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 لاي حد. ليه ما حاولتش تبدا بدايه التدريب في النادي الاهلي؟ ولا الموضوع اللي كنت محتاج ستيبس كتير قبل ما توصل؟ مش ستيبس كتير برضو قوي، على قد ما انا دلوقتي يعني في نادي كبير، نادي زاد، نادي كبير جدا، واحنا عندنا في قطاع الناشئين عاملين نتائج وعاملين واخدين بطولات وعاملين مصنف دلوقتي، مصنف جدا جدا، احنا مطلعين 2 لعيبه لحد دلوقتي بره، وفي 3 كمان ان شاء الله في الطريق يعني. عندنا محمد هيثم في بيلعب في فيتوريا في البرتغال، وعمر خضر راح استون فيلا. ما افتكرش ان في نادي بيتولد كبير كده اللي هو في ظرف 3 سنين بالظبط يطلع لاعبين كده على اعلى مستوى في اوروبا.